أما هلأ سلمى رح نروح ضمن محطتنا لمساحة إيمانية نستذكر فيها مسيرة الصوم الأربعيني وزمن التحضير للفصح مرورا بالمدائح والأسبوع العظيم ووصولا إلى سبت النور والقيامة، إضافة رشا لمساحة خاصة روحانية وهي مساحة الترنيم التي تعتبر أيضا هي صلاة أخرى نستذكر فيها أهم الترنيمات والمرافقة طبعا الصلوات الكنسية خلال أسبوع القيامة. كل هذه التفاصيل طبعا في مع ضيفنا واللي هو عم يستضيفنا أصلا قدس الأب ماركوس ديب كاهن في كنيسة القديس كريلوس. صباح الخير أبونا المسيح قام. حقا قام، شكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا فيكم قناة الإخبارية وفصح مجيد عليكم وعلى كل سنة. آمين، كل عام وأنتم بألف خير. بداية أبونا قبل ما نروح للحوار خلينا نروح معك بترنيمة. هلموا فخذوا نورا من النور الذي لا يغرب ومجد المسيح الناهض من بين الأموات خريستوس أنستي هيك نكرون ثاناتو ثاناتو طا تيساس تسيندز نسمي ماسي زوين خارسا منوس. يعني أبونا أول شيء حضرتك يعني اليوم معنا نحكي عن جزئين، الجزء الروحاني الدين وايضا الجزء الروحي والترنيم. هي الترنيمه هي ترنيمه باللغه العربيه واللغه ايضا السريانيه، لغه اليونانيه. يعني خلينا نحكي عن اهميه الترنيم ايضا في هذه الاعياد وخصوصا انها تاتي مرافقه لكل عيد ترانيم خاصه به. الترنيم بهذا الموسم وبكل موسم هو جزء اساسي من العباده. طبعا هذا الشيء موجود بكل الأديان، يعني مش بس بالمسيحية. الترنيم كمان عنا التوشيح في تماما أكيد. دائما الموسيقى هي أكيد هي شيء قديم قدم الخليقة، يعني الإنسان تعرف على الموسيقى بتعرفه بلش ببدايات يكتشفها بصوت الطبيعة، فبعدين تطورت للآلات وللأصوات البشرية، ودائما الصوت البشري هو أفضل آلة إن تسبح وتمجد الله. وبتعرفوا أنا دائما بعطي هذا المثل، مثل ما بتعلم الولد أنت الأحرف الأبجدية بتعلمها دائما بموسيقى، فتخيل كلمة الله مع موسيقى فأكيد كمان بتجي بطريقة كتير أجمل وكتير أعمق وكتير بتدغدغ النفس البشرية. فطبعا الترنيم هو شيء كتير مهم، ونحن أكيد كلنا بننطر هذا الموسم لحتى نسمع أحلى الترتيل. هي بتوصل للروح فورا أبونا هذا الترنيم. يعني خلينا نروح بداية معك لنحكي عن المسيرة الإيمانية اللي بتبلش بأول أيام الصوم الكبير. هذا الموسم أو هذا الزمن حسب إذا بدنا نكون دقيقين بيتقسم لثلاث أقسام. أول قسم بيكون اسمه قسم التهيئة، نحن نبلش من التهيئة لندخل للصوم، للصوم الأربعين المقدس. ثاني جزء بيصير بفترة الصوم بيكون عبارة عن خمس أسابيع، وبكل أسبوع الكنيسة عم تقدم لي زواد روحية لحتى أنا أتأمل فيها. بعدين بيكون الفاصل عنا بيسموه سبت العازر وأحد الشعنين والدخول بالأسبوع العظيم المقدس وصولا إلى سبت النور وإلى إعلان فجر القيامة يوم الأحد فجرا. وهي طبعا العادة نحن دائما بنحافظ عليها كل سنة انه نعمل الصلوات فجرا، يعني خمسة خمسة ونص لحتى نكون عم يعني كمان عم نستعيد اللي عملوه
من أكثر من 2000 سنة حاملات الطيب، وتراحوا فجاً على القبر ووجدوا أن المسيح قد قام. أبونا، مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي كمان عن أهمية الصوم الأربعين ومراحل التأهيل المؤمن وصولا إلى عيد الأعياد، عيد القيامة، أيضا هناك أهمية للصلوات سواء يا رب القوات أو الأقداس السابقة تقديسة وصلاة المدائح، يعني نتحدث قليلا عن هذه الصلوات. سلمى، بتبلش يعني أركان الأساسية للإيمان المسيحي هن الصوم والصلاة والصدقة، بنقول دائما ثلاث صادات، ما في واحدة بتكتمل بلد تانية، يعني أنا ما فيني أكون صايم ما بصلي، أو مثلا بصلي ما بصوم، أو ما بتصدق، يعني دائما بيكملوا بعضهم. طبعا هذا الشيء بحب كتير نوه عليه إنه هو شيء شخصي، يعني إحنا ما قلنا نحن نقول لك أنت صايمة أو أنا صايم أو كذا، هذا طبعا شيء علاقة شخصية بيننا وبين الله بغض النظر، بس عم نحكي نحن ككنيسة شو المفروض نقول للشعب أو نعلم المؤمنين، يعني كيف لازم يكون الصيام والصلاة هنا الاثنين اللي طبعا تعتبر من الأركان اللي هي لرب العالمين وليست للعبد، وأيضا تماماً الدين تماماً الإسلامي بما أنه نحن بشار رمضان أكيد مبارك، هي دائماً الصلاة دائماً هي لحتى المؤمن يقدر يكون عم يتفاعل أو عم يتحد أكثر بربنا، فالكنيسة بتوفر له الوسائل، يعني هي بتعطيه الصلاة، بتعطيه الصوم، بتأمل له صلوات يومية لحتى يقدر يحقق هذا التفاعل أو هذا الاتحاد. فلهيك طبعاً دائماً أنا بشبه هاي المرحلة بمرحلة الحمية للجسم، أنت وقت تكون مضرورة وتكون في عندك ضرر شو بتعملي؟ بتصير بتلتجئي للأكلات اللي هي صحية. صحيح. نفس الشيء أنت وقت تكون بخلال كل السنة عندك كتير، يعني أبو دائما رحت بعت كتير عن ربنا، بعت كتير، يعني صرت كتير انغمست بالخطيئة وبالعالم وكذا، فبتجي الكنيسة دائما سنويا بترجع بترجعنا من خلال هالحمية اللي هي الصلاة، اللي هي الصوم، حتى الصوم المسيحي هو دائما صوم على فكرة، يعني هو للجسم منيح ولكل شيء، يعني هو حتى بيجدد الخلايا، بيجدد الدم، فكانوا عم بيقول لك إنه الصوم الجسدي لازم يكون أكيد مثله الصوم الروحي. هذا شيء جدا اكيد مهم، يعطيكم الف عافيه ابونا والله يتقبل. رح اروح ايضا مع حضرتك لترنيمه اخرى نسمعها. ان الملائكة تفاوى نحو المنعم عليها أيتها العذراء نقية افرحي وأيضا أقول افرحي لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث. استنيري يا أورشليم الجديدة لأن مجد الرب قد أشرق عليك افرحي الآن وتهللي أورشليم وأنت يا نقي ولدي
أبونا يعني دائما لما بنسمع ترنيمة بنروح وراء قصة هي الترنيمة. هي الترنيمة مميزة لأنه بتحكي عن عيد الفصح. افرحي وتهللي لقد أشرق الرب علينا. لنحكي يعني خلينا شوي نحكي حضرتك بالبداية أخذ ترنيمة يونانية بيزنطية. الفرق بين الترنيم البيزنطي والترنيم خلينا نقول اللي هلا الغير بيزنطي مثل حضرتك هلا قلته، وأهمية أيضا أنه هي صلاة عم تنقل نفس الحكاية والحدوتة الإيمانية اللي بنسمعها. صحيح. هلا الترنيم البيزنطي نحن كونا بكنيسة بيزنطية وسمعنا ترتيبتين بيزنطيات، واحدة باليوناني وواحدة بالعربي. الكلام أول شيء دائما عم بينقل حدث. سلمى، نحن ما عندنا كلام عاطفي بالترنيم البيزنطي، يعني ما في كلمات عواطف. هي دائما عم بتخبرني تماما، عم بتخبرني الحكاية كما هي. بيجي اللحن، دائما نقول الفخم بيميز الطقس البيزنطي انه لحنه فخم ولحنه صعب للاداء، فبيجي بيعطي لهذه الكلمه كمان عظمه وقيمه مضاعفه. اكيد كل كنيسه عندها طقوسها، عندها الحانها، عندها صلواتها، عندها كلماتها، كلهم عم يصبوا بنفس الحقيقه، بنفس الهدف. ما في شيء يعني بالنهايه المسيح قام، هي حقيقه موجوده عند كل الكنائس، ولكن كل حدا بيعبر عنها بترنيمته معينه. هلا مثلا ممكن نسمع باخر حلقه غير نمط من الترانيم، بكلامه، بترجمته، بلحنه البسيط، ولكن اكيد دائما يعني مش لانه نحن بيزنطيين بس نحن دائما بنقول الطقس البيزنطي اعطى الحقيقه واعطى اللاهوت اكيد قيمه كثير كبيره بلحنه بكلماته. اكيد ابونا، وقت اليوم المرنم مفروض يمتلك ملكات جدا مهمه لحتى يوصل بصوته لكل للارواح. نحن اليوم عم نحكي عن حاله روحانيه. المرنمين طبعا بينقسموا لقسمين، في عنا قسم بيكون هو اخذها عن دراسه وثقافه وبيعرف شو عم يعمل، ان كان موسيقيا او ان كان بنسميه لترجيا، يعني عرفان الصلوات، بيعرف شو عم بيقول مثل ما بيقولوا. النوع الثاني دائما هو الموهبه، يعني في ناس عندها صوت حلو، في عندها احساس حلو، هيدي كمان مدعوه انها تخدم الله بصوتها. فاثنين انا برايي حلوين واثنين بيكملوا بعض. انا لا، انا يمكن اخذها شوي عن دراسه، ولكن بنفس الوقت بقول في ناس يمكن ما دارسينها اخذينها على السمع، ولكن كمان قادرين يتفاعلوا وقادرين يوصلوا الكلمه والمؤمنين يخلون يصلوا. يعني هلا بعدكم عم بتقولوا انه فوت على الروح، انت شو فكره المرنم انه يخلي هالمؤمن القاعد بالكنيسه يتفاعل، هالكلمه دغدغ مشاعره، توصلوا على السما، هذا التعبير يلي. فاللي عنده صوت واللي عنده هالامكانيات بالعكس ربنا بيكون مبسوط ونحن مبسوطين. اكيد ابونا ماركوس، نحن اليوم عم نحكي كمان، خلينا نستذكر الاسبوع العظيم اللي بمر قبله طبعا يوم الاحد او احد القيامه. الاسبوع العظيم هو فيه ذروه الايمان المسيحي، الذروه كلها مجموعه بهالاسبوع. وانا بحب كمان نوه اقول اسبوع العظيم مش اسبوع الالام، احنا ما عندنا الام بالمسيح، نحن بعدنا عم نحكي على الفرح، عم تقول افرحي تهللي، فكله فرح، ما في شيء اسمه الام. حتى اليوم الجمعه اللي هو اكثر نهار تماما، هو اكثر يوم المفروض المسيحيين يحزنوا، نحن ما عندنا حزن. اليوم علق على خشبه فارنا قيامتك فورا، نحن ابناء قيامه، ابناء حياه، ابناء فرح. ممنوع يكون في عنا الم، ممنوع يكون في عنا حزن، هذا ما لا يتوافق مع الإيمان المسيحي، بس لنوه لهي الفكرة. فاسم الأسبوع العظيم المقدس بيبدأ مثل ما قلنا بمساء أحد الشعانين بصلوات اسمها الختن. الختن يعني العروس، العريس. نحن المسيح هو عريس الكنيسة، نحن دائما نخلق علاقة معرفة، علاقة حب مع المسيح. فنحن هذا الأسبوع هو مسيرة الحب، أسبوع الحب اللي احنا عم نتأمل فيه بهذا العريس، وهو كمان عم يعطينا من حبه يلي تجلى على الصليب. منبلش تنين ثلاثة أربعة بنحكي بهاي الفكرة، كتير مركز عليها، فكرة العريس وفكرة الخدر وفكرة انه هل أنا متحضر اني فوت إلى هذا الخدر، إلى هذا، إلى إلى محضر العريس أو لا. نجي بالخميس نتذكر خيانة يهوذا ليسوع، اللي هو سموه خميس الاسرار تماما، وكمان اسمه اسرار لانه بيكون فيه، لانه بهذا اليوم اسس المسيح سر الافخارستيه، سر المناوله اللي نحن اليوم نتغذى منه كمؤمنين على مدار السنه. واكيد المسا بتصير رتبه الصلب،
تقال الترنيمة الشهيرة اليوم علقة. الجمعة، الجمعة العظيمة بصير فيها جناز المسيح، لأننا بنعمل جناز المسيح، أكيد هو قائم ولكن منعيش الحدث مثل ما كان مع يوسف الوجيه ومع نيقوديموس يلي هني أنزلوه على الخشبة. بنرجع على السبت، سبت النور كمان سبت له أهمية كتير كبيرة، ومن وقتها من بهذا الوقت بنقول المسيح هو في الجحيم لكي يخلص من كل اللي آمنوا فيه من العهد القديم والعهد الجديد، وصولا إلى إعلان فجر القيامة يوم الأحد صباحا. وعندنا كمان التنين اسمه تنين الباعوث اللي هو طبعا بعث هذه البشارة بكل العالم. أكيد أبونا، وقت اللي عم نحكي اليوم عن فصح الرب، عم نحكي اليوم عن معاني جدا مهمة، شو هي المعاني اللي عم يحملها الفصح لنا؟ كل عيد مسيحي بيحمل نفس المعنى، بس يمكن بتكلل بالقيامة. يعني إن كنا عيد الميلاد، عيد البشارة، عيد القيامة، أي عيد مسيحي هو عيد الفرح، كونه عيد فهو فرح، هذا طبيعي. الصوم المسيحي حتى هو دائما هي مرحلة انتقالية. ما نحن شو من الفصح، شو معناتها؟ هي كلمة معناتها فشخة، هي الأصل، الأصل الكلمة يعني يفشخ من مرحلة حزن لمرحلة فرح، من موت إلى حياة، من أرض إلى سماء. يعني إنه دائما نحن بنسمع إن الأرض هي محدودة، الأرض فيها ألم، فيها تعب، فيها مرض، فيها موت. السماء هي الحياة اللي نحن كلياتنا بنحلم نكون فيها، لأنه هي حياة مليئة بالفرح ومليئة بالحياة. فكل عيد مسيحي هو عيد أول شيء يدعو إلى الفرح، ثانيا يدعو إلى الاتحاد بربنا، لأنه أنت بكونك متحد بربنا فأنت كل الأمور بقى بتصير سهلة، كل أمور بحياتك منيحة، كل أمور بحياتك فيها بركة وفيها خير وفيها رحمة. اليوم نحن شو منفتقد؟ منفتقد دائما بكل شيء عم نشوفه، من حروب، من ضيقات، من صعوبات، من شر موجود بالعالم، هو غياب الله. مجرد ما أنه غايب الله فرح نشوف، ما رح نشوف سلام، ما رح نشوف محبة، ما رح نشوف التعامل مع الناس بطريقة لطيفة وبطريقة كذا. دائما بده يكون الإنسان دائما يميل من منذ حداثته إلى الشر. فلو إذا ما أنه موجود الله حاضر بالعيلة، حاضر بالمجتمع، حاضر بقلوبنا، فبيكون في عنا مشكلة كتير كبيرة. فالعيد هو دائما دعوة لنرجع الله لحياتنا، لقلوبنا، لمجتمعاتنا، لعيالنا. وهذا هو فكرة أي عيد بالنسبة لي، أنه نرجع نتذكر يا أخي في الله، في الله موجود. فأنا برأيي هاي هي الرسالة، والرسالة الأولى والأخيرة بالمسيحية الفرح. نحن اليوم عم نستحضر قيم عيد الأعياد، عيد القيامة اللي عم يتزامن مع شهر رمضان المبارك. دائما القيم السامية تلتقي، واللي هي الرحمة والمحبة والتكافل. أيضا بهذا الشهر نحن كل يوم ندعي الناس تكافلوا وتحابوا وتراحموا، ونحن بحاجة نساعد بعض ونكون مع بعض لحتى نمرق من الأيام والأزمات الصعبة اللي عم تمر فيها بلدنا. أيضا إلى جانب هذا الشيء، كل صلاة بيكون موجود عدد كبير من المؤمنين، وبنقول أنه لما بيسمعوا مو بس المرنم هو عم بيصلي والناس عم بتصلي معه. صلاتنا اليوم هيك بصوتك، شو بتحب كمان نسمع ترنيمة تانية فيها صلاة محبة لكل المؤمنين؟ كون سمعنا الترنيمة البيزنطية رح ناخذ ترنيمة هي ترنيمة مصرية، ولكن كتير هيك نحن كتير بنقولها بكنايسنا وبنحبها، وأنا بحب معانيها صراحة. شوكة الموت كسر لما قام وانتصر، فأنار الطريق وأزال الظلام. شوكة الموت كسر لما قام وانتصر، فأنار الطريق وأزال الظلام. المسيح قام، في الحقيقة قام، المسيح قام، في الحقيقة قام. لو كان صليبك
أنهى قصة حبك لما كنت الآن حيا أهتف المسيح قام لو كان صليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن حيا أهتف المسيح قام المسيح قام بالحقيقة قام خريستوس أنستي أليثوس أنستي. يعطيك العافية أبونا وما شاء الله على هالصوت. بدنا نرجع نعايدكم كل عام وأنتم بألف خير، المسيح قام، وشكرا لهي الاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا بحضرتك. أول شيء بدي أشكركم حقا قام، وميرسي دائما للإخبارية يلي دائما مواكبة كل أعيادنا وكل مناسباتنا وحاضرة هيك حتى بإيجابيتها الحلوة وبوجوهكم يعني. الله يخليكم. بدي أعايد أكيد كل الشعب المؤمن السوري وبالعالم كله، وبنتمنى دائما صلواتنا بكل عيد انه تكون انوار القيامه، انوار الفصح بحياتنا حاضره، فرح، سلام، محبه، ويكون دائما قيامه سوريا وقيامتنا نحن كلنا، نحن كلنا السنه بحاجه لقيامه وبحاجه اكيد لفرح، تكون دائما تكون هي اخر سنه يعني انه آمين. تنشال الغمامات السود وهيك نضوي كلنا. امين امين. شكرا لك ابونا مره ثانيه. قص الاب ماركوس ديب على طبعا استضافتكم لنا بكنيسه الكورولوس، واكيد بنتمنى كمان هذا العيد كمان يكون خير ورحمه على اهالينا في غزه. آمين. وفي فلسطين المحتله. شكرا. آمين. لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيكم. فصح مجيد. هلا ابونا.